الزملاء الأفاضل، سيداتي سادتي، إن التطورات التي يشهدها عالمنا على تعقيدها وتشعب أبعادها يجب ألا تنسين هموم وقضايا أمتنا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تمر اليوم بأصعب مراحلها في ظل جمود العملية السياسية وتمادي المحتل في فرض سياسة الأمر الواقع. في هذا الإطار نحيي بحرارة الأشقاء الفلسطينيين على انخراطهم في مبادرة المصالحة التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون مطلع هذا العام بالتنسيق مع أخيه الرئيس محمود عباس أبو مازن، والتي توجت بالتوقيع على إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 13 من هذا الشهر. بناء على هذه الأرضية نأمل أن يكون بمقدورنا العمل جميعا لبناء توافق أوسع يسمح بلم الشمل جميع الدول العربية وتوحيد صفها وجهودها لحل الأزمات الحادة التي تمر بها منطقتنا العربية والتي جعلت منها ساحة صراعات بين عديد القوى الأجنبية.